يا مساء الفل والسعادة على كل مشاهدين برنامج فري تايم. النهاردة جايب لكم موضوع حلو قوي بيهمنا كلنا، العلاقات، وخصوصا العلاقات الشخصية، يعني المتجوزين، المخطوبين، المتصاحبين، أي راجل وست في علاقة ناقر ونقير. يعني إيه اللي بينجح العلاقة دي؟ إيه اللي بيخليها تستمر؟ أو الناس تبقى مستحملة بعض بالبلدي كده، يعني أنا أستحملك ليه وتستحملني ليه؟ التفويت، تكبير الدماغ، انا شد هو يرخي، هو يرخي انا شد، والعكس صحيح. انا قلت نفس المعنى تقريبا، بس تقريبا هو كده. الست لازم تعتذر لها حتى لو هي الغلطان، لازم انت ترخي وهي تشد وتقول لها ما تزعليش يا حبيبتي. النهارده معانا كده كابل حلوين، لما اعلنا عن مسابقه احلى واجمل كابل اتقدموا لنا وقالوا انهم علاقه ناجحه جدا وانهم هيثبتوا لنا ده. فمعانا ومعاكم ألذ كابل، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. تمام. قولوا لي بقى، ايه اللي شجعكم ان انتوا تقدموا في مسابقه البرنامج اصلا؟ يعني احنا عرفوا الناس الاول. اتفضل. اسميكم؟ انا هاني عصر. انا اسماء السيسي. منورين الدنيا. ربنا يخليكي. ميرسي. قولوا لي كده، يعني ايه اللي خلاكم تقولوا لا احنا كابل متفاهمين، ألذ كابل، احنا هنكسب في مسابقه ألذ كابل؟ بصي، الحب ده اجمل شيء. وقته كنت مخنوقه كده. طب يعني احنا كانت الهرمونات عندي عاليه شويه. هنطلع فاصل بسيط كده وهنرجع لكم تاني. المحامي عنده مشكله مع الضيوف وعايز بس يدخل يحلها. في مشكله معاكم مع المحامي؟ محامي القناه. خلاص انا بعتذر جدا. اهلا اهلا يا استاذ، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. لازم تمديلي هنا علشان ده لازم يروح الشهر العقاري. علشان هيحصل مشكله في القناه لو العقد ما اتسكتش. طيب تمام ماشي. امضى هنا. انا افتكرت مع الضيوف ولا حاجه، ان انت تعرف الضيوف. لا 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 خالص. قالوا لي كده. طيب تمام ماشي. هن انت هاني ضيفك النهارده؟ تعرفه يا استاذ؟ طبعا. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مين حضرتك؟ ايه؟ عثمان الرشيدي المحامي. لا اول مره اشوفه. ده انا لسه اتفرجك من مشكله. ايه ده؟ ايه؟ ايوه طبعا. مشكله ايه؟ ايه ده، هما فعلا قالوا لي في الاير بيس ان المحامي عنده مشكله مع الضيوف، فانا قلت يمكن مشكله. بس انا استغربت، اصل الضيوف ما بيمدوش على حاجه مع الشؤون القانونيه في القناه يعني. لا لا، انا كنت عايزك انت تمدي علشان ادخل العقد الشهر العقاري. اوكي تمام. بس ماشي اهو. خلاص فل. اشوفك بعد الحلقه بقى. تمام؟ ان شاء الله. ماشي. تعرفني يا استاذ هاني؟ اول مره اشوف. معقوله؟ طب ايه، بيتعامل معاك في شركتك او حاجه؟ يعني مش عارف والله، اول مره اشوفه. مستغرب يعني بصراحه. امال عارف ان حضرتك اسمك هاني منين؟ مش عارف. بسلم عليك بعشم قوي يعني. استاذ عثمان اصلا من الناس اللي يعني عندها توحد في القناه، ما بيكلمش حد اساسا، فان هو يسلم عادي. ممكن يكون كان شغال عنده في فريق الاتش ار. لا ده محامي. طب ايه المشكله؟ ممكن يكون شغال في الشركه برضو. ما الشركه برضو بتحتاج محامي. لا بس طول عمره عنده مكتب. طول عمره عنده مكتب وشغال في المجال الاعلامي، الشؤون القانونيه المجال الاعلامي. هو حضرتك مش في المجال الاعلامي؟ لا لا مش عارف، بس غريب. يلا نرجع ونكمل حلقتنا. ورجعنا لكم تاني من الفاصل مع احلى والذ كابل. يعني نطلع فاصل صغير ونرجع لكم. طيب فاصل ونرجع لكم تاني. يا جماعه كل شويه فاصل في ايه؟ حضرتك انت ما مضيتش على ورقتك. وانت عايز نمضي على الورقتين؟ ايوه طبعا. انا مش عارفه والله انتوا بتمضوني على ايه سريع كده وانا مش عارفه ايه. ثلاثي. خلاص هنا ثلاثي بقى. كملي الاسم الثالث. طب اهو خلاص. اقرا بقى اللي انت عملته. اقرا بس، انت بتمضيني على عقدك يا استاذه. يا إيه؟ استاذ طب ما وريني يا استاذه عقدك. يعني احنا هنمضيكي على ايه؟ ما مش عارفه بصراحه. انت مش انا ما برتاحلكش اصلا من ساعه ما جيت القناه. يا هن ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ما افتكرتنيش برضو؟ خالص خالص. لا لا يا رب. هو انت تعرفه يا استاذ عثمان؟ موكل عندي. موكل عندك في المكتب؟ طبعا. لسه اول مره اشوفك يعني. ازاي يعني اول مره تشوفني انا؟ ايه قله الاصل دي؟ قله الاصل ده انتوا واخدين على بعض قوي. طبعا ده انت من غيري ما كنتش روحت ولا انت ولا هي. هي عيب 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 عيب. هي مين انت؟ كان عندك مشكله؟ صح؟ لا كان بجد.
هي مين؟ انت كان عندك مشكله؟ مشكله ايه؟ مش عارفه، بس بيقولوا ما كنتش روحت انت او هي، انتوا كان عندكم مشكله او حاجه قانونيه يعني؟ اطلاق. امال ايه؟ اول مره اشوفه بصراحه. هو اسمه ايه معلش ده؟ عثمان الرشيدي. طب ناديه كده. يا استاذ شادي، هي الضيف عايزه استاذ عثمان تاني، ينفع؟ اه اوكي جاي. بس انت وهي، هو انتوا كان عندكم مشكله او حاجه قضائيه مثلا او قانونيه؟ لا خالص، ما عندناش اي مشكله. ما عندناش اي حاجه. طب ايه مشكله؟ ولا في اي حاجه. هو حضرتك بتقول هو وهي فين؟ مش فاهمه. مين حضرتك؟ معلش انا مراته. ايه؟ مش انت بتقول ان انت طلعتنا؟ مرات مين؟ مش انت قلت ان هما طلعتهم من مشكله، هو وهي ما كانوش هيروحوا لولاك؟ اما دول مش ضيوف مختلفين؟ لا دول اتنين متجوزين. كلامك جد؟ ايوه، مسابقه ألذ كابل بتاعت البرنامج. انا مش فاضي اشوف حاجه اصلا. ايه؟ على فكره في يعني يبدو كده ان في سوء تفاهم. ده ايه سوء التفاهم؟ ايه سوء التفاهم يعني اللي عندك؟ لا يعني انت شبه حد اعرفه جدا يعني. قول كده بقى. ونفس الاسم؟ وموكل عندك؟ في حاجة غريبة يا أستاذ عثمان. لا في تشابه غريب فعلا، في مشكلة مش عارف. الاسم والشكل؟ ايه هون؟ مين؟ ما أعرفوش، أنت بتشك فيا؟ اه. طب أنا طب معلش يا أستاذ عثمان بعد إذنك ثانية واحدة، خليك معايا ثانية واحدة. طب تجيبوا لي ضيوف عليهم قواضي ولا إيه؟ قواضي؟ على فكرة أنت قلت الأدب. مش هرد عليكي. لا ردي. ايه ضيوف عليها قواضي؟ طب ما هو جوزك عليه قضيه. قضيه ايه بقى ان شاء الله؟ اعاره لا سمح الله. لا هو يقول لك بقى. انا ما عنديش قواضي، مفيش حاجه. لا 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 انت جايبنا هنا نتهزق؟ احنا من الواضح ان احنا جايين نتهزق هنا. صحيح قضيه ايه؟ مفيش قواضي ولا حاجه. انت بتصدقهم يا حبيبتي؟ جوزك عليه قضيه. قضيه ايه؟ هو يقول لك بقى. والله يعني قاضي. لا انت غلطتي فيا وانا مش هرد عليكي شفقة بموقفك اللي انت فيه. استاذه لو سمحتي بعد اذنك، اتمنى ان انا اقول لك على حاجه. فدي اسرار. ما احنا ممكن نرفع قضيه سب وقذف يا استاذ دلوقتي. بس دي اسرار موكلين. اعلى مخلك الكبير. اسرار موكلين. ايما انت قلت انك تعرف قولي ناس عليها قاضي. اي ما جوزك عليه قضيه فعلا. احترمي نفسك عشان ما اقلش منك. يا بما انت لو عرفتي دلوقتي جوزك عليه قضيه ايه هتزعلي؟ واحده واحده. بره عنك. ماليش دعوه. بس هو جوزك عليه قضيه، فانتوا فعلا جايبين ضيوف عليهم قواضي. دي مش مشكلتي وانا اللي بجيب الضيوف. لا ما الاعداد هيتحاسب على ده. خلاص حاسبوا الاعداد عشان انتوا ما بتنقوش الضيوف. خلاص نقوا ضيوفكم بعد كده وما تحطونيش انا معاكم في مشاكل يا جماعه. مش انت اللي عارف الراجل؟ مش انت اللي عارف هو عليه قضيه ايه؟ هاني وانت بتبص لي ليه؟ معلش. نعم مش باصص لي. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ انا اول مره اشوفك اساسا. متاكد يعني؟ عشان ما اخربش الدنيا على الاستوديو. طب اجيب لك صوره التوكيل. توكيل ايه؟ محامي وعارف. محامي وعارف الموكل بتاعه. هات صورة التوكيل. طب هجيب لك صورة من واقع الجدول. مفيش كلام ده، أنا ما أعرفكش، أنا أول مرة أشوفك. طب خلاص تمام تمام، أنا أول مرة نتقابل. يا أستاذ عثمان يعني أنت الكلام اللي قلته لي بره ما ينفعش تيجي هنا تقول إحنا أول مرة نتقابل. إزاي يعني؟ ما هو برضو مش للنشر يا أستاذ. ما هي الأستاذة غلطت فيا وأنا بقول لكم أنتوا جايبين قواضي وهو فعلا عليه قضيه. انا حالف قسم، انا حالف قسم. ايوه طب ما الاستاذه انت كده بتضيعي القسم بتاعي. ما هو انت اللي اتعرفت على الراجل. هو في ايه؟ مفيش حاجه. لا وبعدين هي غلطت فيا. مفيش حاجه. لا 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 وغلطت فينا وانا كل مجرد اللي قلت عليهم قواضي ما يعرفش ان في احكام في قواضي. ما اول مره اشوفه. حصل خير حصل خير. احكام ايه برضو؟ احكام ايه؟ لا حضرتك دي اسرار الموكلين ما اقدرش اطلعها بره. والله هو سلم عليه زي محامي بيسلم على الموكل بتاعه، كان فاكر انه هيرحب بيه لانه عمل معاه جميل. لكن طبعا هي الاستاذه بتكلمني كده ليه؟ بس انت غلطتي فينا وغلطتي فيا انا شخصيا. تمام دي مشكلتك. واحنا ما غلطناش فيكي، احنا على حق ان احنا الاعداد يا استاذ شادي مش بيتحرى ورا الضيوف اللي بتيجي. مش اول مره. مش اول مره. طب بس ما كان الموضوع ما وصلش القواضي. طب كفايه كده بقى وانا مش هكمل الحق. لا ده موضوعكم بقى انتوا تصرفوا، انا ماليش علاقه.